كانت الفكرة بالبحث عن مبادرة لتشجيع الأشخاص من كافة الفئات العمرية على القراءة، فاخترنا مبادرة الكتب المقروءة. لماذا الكتب المقروءة؟ لأن الأسعار ستكون في متناول جميع الأشخاص، الأسعار ستكون بين شيكل وعشرة شيكل. الكتب متنوعة التصنيفات، مختلفة الأحجام والأسعار، تناسب كافة الأذواق، موجودة كتب دينية أو أدبية ومن مختلف التصنيفات. هناك أفكار جميلة بهدف جعل المبادرة أكثر تميزاً، ومنها إضافة مجموعة من الزوايا. كان من المفروض أن تكون هناك زاوية البازار، زاوية القراءة المجانية، زاوية تراث فلسطيني، وزاوية للمكتبات ودور النشر، وزاوية أيضاً للقراء الصغار. تحتوي زاوية القراءة المجانية على مجموعة من الكتب التي قام سكان القطاع بالتطوع بها لفريق أثر الشباب، وذلك بهدف إثراء الكتب الموجودة في المبادرة وبهدف دعم مثل هذه النوعية من المبادرة. الكتب المقروءة تحتوي على كتب من كافة التصنيفات تناسب كافة الأذواق. اخترنا هي الزاوية الرئيسية لدينا في المعرض، تضم كتب عن الأدب، كتب عن السياسة، بعضها كتب تفيد الطالب الجامعي، لدينا أيضا كتب للأطفال وروايات وغيرها. بالنسبة للأسباب اللي بتبين أنه في أنه الجيل الصاعد في عنده بعد عن الكتاب والقيمة الكتاب الرسمي اللي أصبح والثقافة والمفترض تكون الثقافة الأساسية عند الجيل، أصبحت المطالعة عندها الجيل وعندها الشباب هي عبارة عن إنترنت تصفحات، بحاول قدر المستطاع أنه يجيبوا مختصرات العناوين مختصرات الكتابات. أما كمادة أساسية نقرأ كتاب نقرأ مدة رواية كاملة، للأسف هذا مش موجود على الجيل. لهيك كانت السبب الرئيسي من المبادرة أنه كتاب كتابي كل شخص حاول قدر المستطاع يحتوي كتاب من معرض أثر للكتب المقروءة لغرز فكرة احتواء كتب والرجوع البعد عن الحالة الإلكترونية. بالنسبة للمعرض، المعرض كان له أثر ناجح، معرض أثر بالتأكيد سيترك الأثر الجيد على الشباب الفلسطيني من خلال نشر الثقافة والوعي الأدبي ونشر الكتب. باعتقادي أسعار الكتب الموجودة في المكان مناسبة جدا، هناك العديد من الأفكار المتنوعة الموجودة من أفكار الرسم والخط العربي أيضا. باعتقادي أتمنى التوفيق للجميع، المعرض رائع جدا، الكتب رائعة جدا أيضا، وأتمنى من الجميع القراءة ونشر الوعي والثقافة بين الشعب الفلسطيني.